اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيف وضيف حضراتكم في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن فتحي مبروك. ازيك يا كابتن؟ اهلا كابتن سلام، كل سنه وانت طيب وبخير دايما. كل سنه مره. لا انتوا اللي مش عايزين بقى، انا فاضي. احنا اللي مش عايزين. انا فاضي. ازاي انت عندك ماتشات تنس؟ يا لو عايز الدنيا. بكره اجي لك، عايز بعد بكره اجي لك. كابتن فتحي يا جماعه على فكره بالمناسبه يعني بيلعبنا تنس بيقطعنا، بيقعد يجرينا يمين ويجي، معرفش ليه بيخسسنا. اقول له يا كابتن انا عايز ادخل شويه، يقول لي لا خليك كده هتخس. منور يا كابتن. ربنا يخليك كابتن، ربنا يخليك. انت كويس الحمد لله، كله كويس كابتن. امورك كويسه؟ كله الحمد لله. مبسوط باللي النادي الاهلي بيعمله؟ اه طبعا. اي حد من جماهير النادي الاهلي واي حد من بيحب يعشق النادي الاهلي لازم يحب النادي الاهلي في البطولات والانتصارات. ويمكن انا قريت على حاجه برضو كده، اتفضل. يمكن انت عجبتني قوي، ان جمهور الاهلي دائما وراء الانتصارات والبطولات. صحيح. ودي حقيقه. جمهور الاهلي جمهور عظيم، بيشجع فرقته، بيعرف كل كبير وصغير عن النادي الاهلي. صحيح. فدائما جماهير النادي الاهلي يعني بتمتعنا حتى في المدرجات قله العدد، بس بتمتعنا بوجودها في المدرجات. انا دايما بقولها كلمه، انه واحد من جمهور الاهلي يساوي كتير جدا من يعني وجوده في الاستاد. صحيح. صراحه حاجه مختلفه يعني، دايما بيديك روح. ولما بقعد انا اتكلم واقول يا جماعه، وطبعا الكابتن فتحي استاذنا يعني ممكن يقول كلامي زي ما انا بتكلم كده او يؤكد على كلامي، لانه راجل لعب كمدرب، كلاعب كبير، كمدير فني كبير، كل حاجه. انا مثلا كنت بقول يا كابتن ان اللعيب، اي لعيب لو وصل في الدقيقه 90 وعنده لياقته البدنيه بقت 50% عشان الماتش 90 دقيقه، واحد بيلعب 90 دقيقه، صوت جمهور الاهلي وحماس جمهور الاهلي يخلي ال 50% دي توصل ل 100% ان ما كانش اكتر. انا بقول دايما كده. لا هو انت بتتكلم صح، يعني برضو بنتكلم بواقعيه. حتى وانا لعيب دائما الجماهير النادي الاهلي بتديك دفعه عاليه جدا في الملعب. بيحصل. يعني في ناس بتقول لك اللاعب رقم 12. لا هو مش لاعب، ده رقم واحد. صحيح. يعني زي ما بتقول كده، لو الماتش ماشي تعادل، الماتش مثلا فيه هزيمه، في الجمهور بيتكلم وبيبتدي يهتف للنادي الاهلي، ويبتدي يهتف لجماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي بتاخد دافع معنويه عاليه جدا جدا حقيقي، فبيبتدي يستثمر هذا الكلام ان هو يحصل تعادل او يحصل فوز للنادي الاهلي. طيب كابتن فتحي، السنه دي سنه استثنائيه كبيره للنادي الاهلي، سواء من حيث الاشتراك في عدد من البطولات ثم الفوز بعدد كبير منها. الحقيقه اكتر حاجه عجباك السنه دي او اكتر بطوله شايفها صعبه؟ لا وبص، يمكن الاهلي طبعا حصل على المركز الثالث، حصل البرونزيه يمكن في بطوله الانديه، وفي برضه في السوبر المصري كسب فيوتشر برضه. دي حاجه بتديك ايحاء ان النادي الاهلي ماشي 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 صح. يعني سيبك بقى من الانتقادات، وسيبك بقول لك مش عارف ايه والكلام من ده، لا انا الحكايات دي النادي الاهلي ماشي صح. النادي الاهلي حتى في جهاز فني ولاعيبه كلهم عندهم دوافع للبطوله، ودي زي ما قلت لك خد مركز ثالث في بطوله العالم الانديه وحصل على السوبر يعني. وفي الترتيب حتى في الجدول الممتاز، بس الماتشات المتاجله دي ممكن النادي الاهلي يبقى في ترتيب اول، فرق نقاط كبير. ولكن اذا رجعنا لبدايه السنه مثلا، والدوري العام المصري والدوري ابطال افريقيا وكاس مصر، والنادي الاهلي استطاع ان يحصل على جميع البطولات تقريبا. اما انا بقول لك النادي الاهلي الحمد لله، النادي الاهلي الحمد لله بيحصل على البطولات كلها، وزي ما قلت لك عنده دوافع عاليه جدا، سواء جهاز فني او سواء لعيبه، مجلس اداره النهارده في تدعيم جدا من لجنه الكوره، فكل هذه الامور بتدي ارتياح لاي مدير فني يشتغل. يعني بيشتغل بهدوء، بيشتغل ان هو مش واقع تحت ضغط عصبي، بيشتغل النهارده بارتياحيه، لان اللعيبه دي النهارده كمان بتقعد تحت طائله النهارده في محطوط لائحه، سواء اللعيب اللي بيجيد او سواء اللعيب اللي ما بيجيدش. صحيح. هذه طبعا الحاجات دي الحمد لله نظام النادي الاهلي كويس يعني. سنه استثنائيه ولكن دايما يعني حتى كابتن خطيب لما بيجي يتكلم في اخر الحفلات قال انه السنه القادمه اصعب بكتير من السنه دي، لان الحفاظ دائما على القمه بيبقى صعب جدا في كل الالعاب بالمناسبه. والله بص، انت تعالى النهارده مقاييس بقى فنيه، يعني مقاييس فنيه النهارده النادي الاهلي، النادي الاهلي النهارده في جدول الدوري حتى العام النهارده، لما تيجي تبص النهارده للنادي الاهلي ماتشات المتاجله النهارده هيبقى في اول الترتيب. يعني مع احترام الانديه كلها كابتن اسلام، المنافسه دلوقتي اصبحت ما بقاش فرق بونت وبونتين وكلام من، اصبحت النادي الاهلي لو استثمر طبعا الماتشات المتاجله دي هتلاقي فرق 10 12 بونت وكلام من ده. فالبطولات اصبحت النهارده سمه من سمات فريق النادي الاهلي. يعني سمه بقت خلاص دي النهارده، والجماهير بتحب كده، تحب دايما البطولات. خسارتنا للدوري السوبر الافريقي او دوري الافريقي والسوبر الافريقي ايضا
بطولتين مهمين ولكن خسرتهم، على الرغم من كده قدرت تقف على رجلك وتفوز بإنجاز مهم جدا وهو الوصول إلى ثالث العالم وتحقيق هذه الميدالية بروزي. ثم الفوز في نهاية الموسم بكأس السوبر المحلي. كأس السوبر المحلي. بص دايما ما فيش أي فرقة في العالم يا كابتن هتفضل تفوز على طول بالبطولات. يعني على سبيل المثال برشلونة وريال مدريد دول أبطال إسبانيا ودايما صحاب بطولات. هتلاقي برشلونه بيتعثر، هتلاقي برشلونه بيتغلب ماتش، هتلاقي برشلونه بيخسر بطوله، نفس الشيء ريال مدريد. فدائما كره القدم بيبقى فيه رسم بياني. النهارده ممكن الرسم البياني يعلى قوي وممكن في فتره من الفترات خلاص يعني بتخسر بطوله. صحيح. ودي وارد في اي في كره القدم في اي فرقه في العالم. يعني ايه اللي بيحصل يا كابتن في فترات الرسم البياني بيبقى تحت؟ لا تحت دي طبعا بتبقى فيها حاجات كتير قوي، عوامل كتير قوي. يعني عوامل كتير قوي زي ما قلت لك، دوافع داخل اللعيبه، الجهاز الفني. النهارده الاعلام بيأثر على الجهاز الفني، الجماهير بتأثر على الاعلام الفني على الجهاز الفني. فكل دي مؤشرات بتديك النهارده الرسم البياني يبتدي ينزل، وخصوصا لما تكونش في مقدمه انت ترتيب في الجدول. خلاص اللعيبه بتلعب، اهو بتلعب وبتأدي واجب وخلاص، ولكن ما عندهاش دوافع ان هي تبقى في المركز الاول. دي اهم حاجه طبعا. الاجهاد بيبقى له دور سلبي. طبعا الاجهاد طبعا ليه دور سلبي، بس هي بقى دلوقتي انت في وسط موسم او النهارده وصلت للتوب فورم في اللياقه البدنيه، فالنهارده كل عمليه الريكفري مهم جدا جدا النهارده في اي فرقه يعني توصل للتوب فورم، وخصوصا من الناحيه الفنيه واداء المباريات. النهارده عمليه الريكفري دي مهمه جدا جدا. بتلعب ماتشات كل 3 ايام دي يا كابتن، معناها ان الريكفري هو الاهم طبعًا. وليس التدريب الفني في الملعب. لا لا لا، ريكفري النهارده انت ممكن تكون بتلعب ماتش النهارده وعندك 13 14 لعيبه اشتركوا، تاني يوم النهارده ممكن تعمل يعني ساونا، ممكن تعمل تدليك، ممكن تعمل ريكفري بشويه اطالات وشكرا، لان اللعيب خلاص وصل للتوب فورم. وعارف المدرب عايز ايه وعارف كل حاجه. راح ادها مارسيل كولر للاعيبه النادي الاهلي، اعتقد هتفرق معاهم كتير راح اليومين دول. يعني طبعا طبعا بتفرق انت طبعا بخلاف لعيبه المنتخب. يعني بص يا كابتن اسلام، دائما اللعيب لما بيكون على المستطيل الاخضر لفتره مثلا 4 5 شهور وتمرين وماتشات وكل الحاجات دي، لا النهارده بيحب النهارده يعيش بقى ايه، يعيش بعيد عن المستطيل الاخضر. برضه اما بيرجع بقى بيرجع بروح تانيه واداء تاني ونفسيه تانيه خالص مختلفه. من وجهه نظرك السلبيات اللي موجوده في فريق الكوره في النادي الاهلي، وما فيش فريق في العالم ما فيهوش سلبيات، ولكن السلبيات اللي موجوده في فريق الكوره في النادي الاهلي كيف يمكن استغلال فتره التوقف وعلاج هذه السلبيات؟ لا انا يعني مش شايف سلبيات. هو عارف يعني الناس بتتكلم ليه دايما في سلبيات، انا مش شايف ان فرقه النادي الاهلي فرقه بطولات وفرقه ماشيه كويس جدا، فرقه ماشيه زي ما قلت لك برونزيه وكاس السوبر المحلي وفي ترتيب الجدول ماتشات المتاجله. فالسلبيات كلها دلوقتي المدير الفني والجهاز الفني ليه دور كبير جدا جدا، ومدير الكوره ليهم دور، وخصوصا في اللعيبه اللي هي يمكن ما بتشتركش بصفه مستمر. ولكن زي ما قلت لك السلبيات، سلبيات ايه؟ ما فيش سلبيات الحمد لله. اللعيب اللي ما بيلعبش من حقه ان هو يزعل؟ في كتير كده. أنا خلينا بواقعيين. لا طبعا طبعا، لكن انا حقه يعني انا ما كنتش بلعب هو مش حقه. لو دي مثلا الموسم اللي قبل كده كان بيلعب بصفه اساسيه بفتره اساس، جه مدير فني جديد بيلعب وابتدى اللعيبه بيتاثر في الحته قوي يعني، والتاثير النفسي ده واجب على المدير الفني ان هو يعلم ان هو يتعامل مع اللعيب، او ان اللعيب نفسه يشوف ان هو انا مقصر في ايه؟ ما ممكن ما يكونش مؤثر. اوكي. يعني ممكن لعيب بيتمرن كويس جدا زيه زي الفرقه. أوكي. كل حاجه. ولكن بتبقى رؤيه جهاز فني ورؤيه مدير فني. ده قصدي يعني. رؤيه مدير فني ان هو ما يشتركش اللعيب ده. ياما حضرتك نفسك عملت كده كتير مع اللعيبه. كتير طبعا. الحمد لله. لانه في الاخر هي رؤيه فنيه لاسلام. رؤيه فنيه. مثلا. رؤيه فنيه. فاسلام انت شايف ان هو يلعب او ما يلعبش. رؤيه فنيه، حتى لو اللعيب ده في كامل لياقته البدنيه والفنيه، بس المباراه دي ممكن ما محتاجش هذا اللاعب، ممكن يبقى احتياطي. عشان كده دايما حضرتك يعني كل الناس كانت تقول لنا ان كل الرؤى الفنيه هي رؤى فنيه صحيحه، لان انا حضرتك مدير فني عايز تكسب وانا مدير فني عايز اكسب، فكل واحد له وجهه نظر تختلف في اسلام مثلا. ان اسلام انا ممكن العيبه، حضرتك تقول لي لا ده اسوء لعيب. لا، هي المدير الفني دايما والجهاز الفني دايما بيبقى خلاص حافظ اللعيبه وشايف اللعيبه واللعيبه بتتمرن واللعيبه عايشه معاه وعارف كل امكانيات اللعيب سواء الفدنيه او البدنيه او السلوكيه. تفرق برضه طبعا طبعا. ان اللعيبه برضه خلي بالك اما بيبقى سلوكيا خارج عن المألوف، لا خلاص المدير الفني بياخد جانب منه. طيب الاهلي شارك في يعني بطولات كتيره جدا، من وجهه نظرك المباريات الابرز فنيا
طبعا كتير جدا، لكن من وجهة نظرك الحاجة اللي انت فاكرها الاول لما سألتك السؤال رحت للمباراة دي. لا وبص يعني انا يمكن في رأيي يمكن ماتش بطولة السوبر مع فيوتشر برضو كان ماتش نهائي مع مودرن فيوتشر الوداد والوداد المغرب طبعا يعني برضو في ماتشات تحس بقى انت ان انت وانت قاعد كده حتى بتتفرج على الماتش مشدود مشدود من الاستمتاع فنيات، والماتش ممكن يبقى درون، الماتش ممكن يوصل ضربات جزاء، فبتبقى فعلا بتحب ان النادي الاهلي ياخد هذه البطوله. اكيد ليك تقييم لمارسيل كولر فني؟ لا لا هو بص اي مدير فني يا كابتن اسلام بيقاس ايه؟ يعني خلينا برضه نتكلم بواقع، بيقاس بايه؟ نتائج وبطولات صحيح. خلاص اي مدير فني النهارده يعني مع احترام الجميع المدربين الفنيين الاجانب اللي جم النادي الاهلي لما خد بطولات ابتدى اسمه على الساحه كرويه صحيح، سواء داخل مصر او خارج مصر ابتدى يتعرف، لان النادي الاهلي دائما بيدي اسم للمدير الفني دائما النادي الاهلي بيدي اسم للمدير الفني. ولكن من الناحيه الفنيه هل حضرتك كنت قاعد بتتفرج على اي مباراه لمباريات النادي الاهلي كان من يعني انت وانت قاعد كده قلت كان ممكن يلعب بطريقه مختلفه؟ انا بتكلم فنيا ممكن، ما هو التكتيك ده ممكن يعني التكتيك ده وارد النهارده حسب رؤيه المدير الفني. انت افرض انت النهارده كسبان ومعظم الانديه النهارده في مصر بتلعب ايه 4-2-3-1 صح، النهارده اذا كان المدير الفني بيبص النهارده لا فرقته مغلوبه هيبتدي يزود الحته الهجوميه، ممكن يلعب 4-3-3 ممكن يلعب 4 يعني 2-4 لا على الرغم من ان 4-3-3 دي الناس بتنظر لها ان هي طريقه دفاعيه اكتر منها. لا هي مش دفاعيه انت النهارده اختصاص لعيب وسط الملعب الثلاثه، هل الثلاثه النهارده على حسب الاختصاصات طبعا، هل النهارده الثلاثه يبقوا في موقف دفاعي ولا النهارده واحد من الثلاثه دول ممكن يخش في الناحيه الهجوميه؟ زي مثلا امام عاشور مثلا، امام عاشور النهارده بيعتبر وسط ملعب بس في الناحيه الهجوميه تلاقيه زي مجدي قفشه برضه في الناحيه الهجوميه تلاقيه النهارده شغال. فهي دائما المدير الفني وتكتيكه واسلوبه ده اللي النهارده بيقتنع بيه الجماهير وبتقتنع بيه ايضا ان انت طبيعه الماتش ماشي ازاي، عايز درون مغلوب كسبان كل هذه الامور. انا هنا بتكلم لانه النادي الاهلي دايما زي ما حضرتك قلت النظر الى شيء واحد فقط وهو كيفيه الفوز بالبطولات وكيفيه الفوز بالمباريات، فعشان كده بقول لك انه دايما هي طريقه واحده. لا مش شرط يعني كولر برضو خلي بالك بساعات احيانا برضو الحته الهجوميه بيزودها اوكي، يعني انا برضو الحته الدفاعيه دي من اي مدير فني النهارده شايف ان الفرقه المنافسه ممكن تسجل، ممكن النهارده تضغط، ممكن النهارده تشتغل في الناحيه الهجوميه كويسه. فالنهارده اي مدير فني النهارده لازم ممكن يبقى فيه تغيير زي ما انت قلت كده ثلاثه في وسط الملعب وارد جدا مع نزول الاثنين الاطراف مع الثلاثه في وسط ملعب يلعب 4-5-1 كان 4-5 صح؟ يعني في حاجات تقلب الطريقه من شكل لشكل لشكل طبعا حسب رؤيه المدير الفني. طيب ما اعرفش ليه يا كابتن فتحي برا او بشوف ان البعض بيحاول ان يقلل من كولر مثلا. ما انا بقول لك في بص ليه؟ لا يعني بص يا كابتن اسلام منطقيا هل ده منطقي؟ كابتن هي مش منطقي، انا النهارده راجل صاحب بطولات وصاحب انجازات. حضرتك اول ما كلمتك قلت لك ايه تقييمك لكولر؟ قلت لي ايه؟ حضرتك كنت سهل قوي تقول صاحب انجازات افضل واعظم وبتاع، حضرتك صاحب انجازات وصاحب بطولات. واحد صاحب بطولات وزي ما قلت لك انا اي مدير فني في النادي الاهلي النهارده يعني معلش انا بقولها لك لا اتفضل طبعا بيخلق اسم من خلال النهارده ان هو مدير فني الفريق الاول وفوز ببطوله طبعا او فوز بمباريات طبعا. فالنهارده الناس اللي بتقيم او الناس اللي بتنتقد كل واحد لها رؤيه طبعا، يعني كل واحد رؤيه، ولكن انا رؤيتي قد تختلف مع رؤيه حضرتك. امتى اذا كان هناك مسار للجدل؟ ولكن انا عندي 5 بطولات خدت منهم 5، انا عندي 8 بطولات خدت منهم 6 طبعا. فانا اين الفشل؟ مفيش فشل، مفيش. ده يبقى انا عشان كده بسال حضرتك ده يبقى كلام غير منطقي. ما هو كلام غير منطقي، وعمليه الروتيشن اللي بيعملها برضو الكولر عمليه كويسه جدا مفيده وايجابيه. النهارده في لعيب النهارده مجهد زي ما انت قلت، في لعيب النهارده ما بيأديش دوره بيقدر الراجل يعمل عمليه روتيشن وبيدي اغلبيه اللعيبه النهارده في النادي الاهلي بتلعب المباراه. انت ليك في السوشيال ميديا كابتن ولا لا؟ بالامانه لا، ما بتدخلش نفسك فيها احسن. لا مش ما بدخلش يعني انا مش غاوي الحاجات دي قوي، مش غاوي السوشيال ميديا لانه خلي بال حضرتك برضو اذا كان هناك بعض الاراء بتحاول ان تفسد ما يفعله النادي الاهلي بكل الطرق، ولكن ايضا على السوشيال ميديا هناك بعض التحركات لبعض من لا يشجع النادي الاهلي دايما بيكون تحركاتهم سلبيه، يعني حتى وانت كسبان سلبيه. ثالث العالم يقول لك يا عم ثالث العالم يعني ثالث العالم تكسب، يقول لك يا عم دي بطوله ما فيهاش الزمالك وبيراميدز اتغلب وبتاع، فدي بطوله اي كلام.
بتكسب الخمس بطولات يقول لك اصل دوري ابطال افريقيا ده دوري ضعيف. والله يا كابتن في اتجاهات معينه لما تتفرج على، انا يعني بحب بقعد اتفرج على السوشيال ميديا. ايوه بس ده انا هسالك بقى السؤال، حد اهلاوي يستحيل؟ لا لا خالص، بقول لك استحاله. لا لا استحاله جمهور اهلاوي، خلي بالك ممكن يدخل يبقى داخلك باسم اهلاوي جدا مثلا، اهلاوي جدا هو مش اهلاوي، لكن هو لما تتتبع الاكونت ده تلاقيه اكونت فيك، هو تلاقيه في اصله مش اهلاوي، مش اهلاوي. خلي بال حضرتك، انا بقول اي اسم يا جماعه، الاسم اللي جه في دماغك. لا دايما يعني. بص وارد كره القدم بيبقى فيها انتقادات، سواء جدا عادي بيبقى فيها انتقادات، حتى لو مدير الفني ماشي كده وبطولات وانتصارات وماتشات كويسه واداء رائع، لازم اتجد انتقادات، لازم ملاش حل. زي ما بدانا عن الجمهور دلوقتي بقول لحضرتك ان الجمهور له دور كبير جدا جدا في التصدي لمثل طبعًا هذه المحاولات طبعًا على السوشيال ميديا وعلى اللي بيقفوا مع حضرتك وبيقفوا معايا وبيقفوا مع الناس كلها. ما الجمهور ليه تاثير كبير جدا، يعني الجمهور النهارده السوشيال ميديا زي ما بتقول هيقدر يرد كل صح. واحد النهارده عند الجماهير الاهلي كام مليون هيقدروا يردوا، يعني يقدروا يردوا، يقدروا ينتقدوا النهارده الناس اللي بتنتقد النادي الاهلي او الكولر او لعيبه النادي الاهلي. فكل هذه الامور خلاص السوشيال ميديا اصبحت النهارده مجال النهارده بيديك سلبيه، بس انت النهارده بتقدر ترد عليه بايجابيه، ان النادي الاهلي نادي بطوله، نادي مركز okay. اول، نادي تصنيفه في البرونزيه، خد برونزيه كاس عالم، كل هذه الامور، خد بطوله السور المحلي، فكل هذه الامور تقدر ترد عليه كابتن، وخصوصا المنتقدين يعني. ايه راي حضرتك في مودست؟ هل تستطيع ان تكون راي حوالين مودست دلوقتي، خصوصا بعد الهدف الاخير اللي جابه في مودرن فيوتشر؟ يعني في ناس تقول لك ان الهدف ده اللي يشوفه يقول ان هو لعيب كويس، وفي ناس تقول لك لا لسه برضه يا جماعه ما شفناش منه حاجه كتير. طيب يعني عايز رايي. طبعا انا رايي اولا لازم يتعامل نفسيا كويس، نفسيا طبعا لازم، يعني علم النفس الرياضي يا كابتن اسلام، هات النهارده الطبيب، هات النهارده حد النهارده درس علم نفس رياضي يقعد مع مودست. بس معنى كلام حاجه بتقوله ده ان انت مقتنع ب ما بقول لك يقعد مع مودست النهارده، يشوفه النهارده ايه اللي بيخليه النهارده نازل تحت ضغط، ايه النهارده اللي بيخليه نازل اختبار اي ماتش النهارده اختبار او تحت ضغط، لان هو كل اللعيبه على فكره بتبقى النهارده مش النهارده عشان جاي من بره يبقى مش عارف، ده كل كبيره وصغيره بتتقال وبتتعرف طبعا. فاللعيب بيبقى نازل النهارده وهو عارف ان جماهير الاهلي غير راضيه عن ادائه، غير راضيه عن مستواه، غير بتجي له الحاجات دي كلها، فاللعيب بيبقى واقع تحت ضغط دايما. فعشان كده بقول لك النهارده تعامله نفسيا، ان النهارده الجماهير دي عنصر من عناصر كره القدم، النهارده بقى اشتغل مع حاجات الانديفيدو اللي اشتغل هتلاقي الولد كويس. وهو على فكره يعني مهاري كويس جدا يعني مهاري كويس، بس هو زي ما قلت لك لسه عايز شويه ثقه من الاعلام والجماهير. فتره التوقف هتفرق برضه في 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 وجود مودست يعني. ما هو لازم، انا بقول لك بقى انا يعني لو انا مسؤول في الجهاز الفني لازم اشتغل معاه كتير قوي حاجات انديفيدوال، حاجات تديله ثقه، يعني حاجات تديله ثقه. ايه يا كابتن معلش؟ لا يعني النهارده هو بيلعب راس حرب، الكره العرضيه النهارده يبقى محطه ازاي للناس اللي جايه من تحت، يعني بعد كل تمرينه مثلا ولا تمرينه متخصصه؟ ان انا لا ممكن تمرين متخصصه يعني ممكن تمرين متخصص. النهارده انا شايف ان عندي لعيب النهارده اقدر اقوم اشتغل معاه النهارده انديفيدوال تريننج، هشتغل معاه مفيش مشكله. يعني جوه التمرين ولا بعد التمرين؟ بعد التمرين. بعد التمرين عشان برضو خلي بالك جوه التمرين بيبقى فيه خصم، انا مش عايز، انا عايز انديفيدوال كده حاجات لوحده النهارده ياخد ثقه تاني. خمس ست مرات بالعرض وياخدهم بدماغه، واحده ياخدها كده واحده ومحطه تلعب له اوفرات من ورا مثلا، يبقى النهارده يستلم عشان يطلع الناس، الحاجات دي كلها يعني حاجات النهارده انديفيدوال برضو تدي فرصه لراس الحربه انه يبقى راس حربه خلاص عنده الملكه وعنده القدره. استعداد للسنه اللي جايه صعبه جدا، او مش يعني هي السنه بدات طبعا نص موسم كروي احنا اتنين دلوقتي النهارده اتنين، لكن انا بتكلم على ان السنه يعني السنه من اول 1/1/2022 لغايه 30/12/31/23 سنه جديده دلوقتي، كيفيه الاستعداد لهذه السنه القادمه في ظل صعوبات كثيره جدا وبطولات كثيره جدا؟ ما هو انت دلوقتي اديت 10 ايام راحه، دي حاجه كويسه جدا زي ما قلت لك للعيبه في ارتياحيه. هيبتدي بفتره اعداد، هيبتدي بماتشات وديه، هيبتدي النهارده خلاص حاطط هو النهارده كولر حاطط النهارده تشكيل ثابت، خلاص النهارده عنده قناعه بده وده والمراكز كلها عنده قناعه، بس كلهم معظمهم مش موجودين معايا بالمناسبه. ما هو مش موجودين عشان في سبعه على الاقل او سبعه وثلاثه سبعه في المنتخب وثلاثه في المنتخبات يعني 10 لعيبه. فالنهارده اصبح النهارده كولر هيعتمد على حتى الولاد الصغيرين او يعتمد على الناس اللي هي مش في المنتخبات،
دي برضو هتديهم ثقه لان هيلعب ماتشات وديه. الماتشات الوديه مين اللي يلعبها؟ الشباب اللي موجودين. الموجودين دول ممكن يثبت من خلال الماتشات الوديه انه يستحق يلعب. فدي طبعا الفتره دي انا شايف فتره ايجابيه كويسه جدا جدا. عموما هي فتره ايجابيه نتمناها دائما ان تكون ايجابيه بهذا الشكل ودائما الافضل لمنتخب مصر. خلينا نطلع نشوف بقى تقرير هننقل عن منتخب مصر خلال الفتره القادمه، ولكن خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن بدايه استعدادات منتخبنا الوطني لكاس الامم الافريقيه. تحضيرا لرحلة البحث عن اللقب الثامن، انطلق اليوم معسكر منتخبنا الوطني الذي تحتضنه العاصمة الإدارية الجديدة ضمن الاستعداد لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024 التي ستقام في كوت ديفوار يوم 13 من الشهر الحالي. بدأ الفراعنة تدريباتهم داخل المعسكر بعد خضوع جميع اللاعبين لبعض القياسات البدنية والوزن في ظل حصول البعض على راحة سلبية على مدار الأيام الماضية بعد انتهاء بطولة السوبر المصري التي توج بها المارد الأحمر. وشدد فيتوريا على جميع أعضاء الجهاز المعاون بعدم التهاون في أي جزئية تخص استعدادات المنتخب الوطني لبطولة إفريقيا، خاصة في ظل ضيق الوقت قبل انطلاق البطولة ووجود مباراة ودية وحيدة للفراعنة أمام تنزانيا ستكون الفرصة الوحيدة لتجربة اللاعبين والتأكد من جاهزيتهم على المستويين الفني والبدني لخوض غمار البطولة من أجل تحقيق انطلاقة جيدة في أمم إفريقيا التي سيفتتح مشواره فيها بمواجهة منتخب موزمبيق يوم 14 من الشهر الحالي. طبعا اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، وكنت لسه بقول لكابتن فتحي طبعا بيقول لي يعني الولاد شكلهم حلو شكلهم مركزين، فبقول له طبعا يا كابتن مركزين، لانه كلام محمد صلاح امبارح بعد مباراه نيوكاسل يا كابتن مع ليفربول عندما تكلم مع سكاي سبورتس قال انه انا نفسي اخد كاس الامم الافريقيه، اعتقد هذا كلام محفز لبقيه اللاعبين. هو طبعا بص دي ادوار يعني النهارده محمد صلاح كابتن الفرقه، النهارده دوره النهارده يبث الروح دي للعيبه، النهارده دور المدير الفني، دور المدير الاداري، دور اتحاد الكوره، ما مش دور واحد لعيب او ان هو بس، لا طبعا. وبعدين دور اللعيبه نفسها ان هي رايحه بطوله الامم الافريقيه في كوت ديفوار عشان تاخد بطوله، لان مصر خدت البطوله دي خدتها كتير يعني 7-8 مرات، فالمفروض اللعيبه دي النهارده ان شاء الله، وخصوصا المجموعه بتاعتنا بتضم مين؟ هي الفرقه اللي تقلقك غانا، موزمبيق، وراس الاخضر، يعني انا قصدي ايه الفرق اللي معاك منافسه غانا، الفرقتين التانيين تقدر يعني تقدر تشتغل معاهم وتقدر تكسب وتقدر تطلع اول مجموعه في الحته دي. شايف المشاركه السنه دي بالنسبه لمنتخبنا الوطني قد هل من الممكن ان نستطيع ان نتوج بهذه البطوله؟ هي صعب برضو، خلينا نتكلم بواقعيه شويه، لان برضو البطوله خلي بالك في الكوت ديفوار، والكوت ديفوار برضو يهمه حرص هذه البطوله، في منتخبات كويسه جدا جدا على المستوى الافريقي، يعني مع الجزائر، المغرب، نيجيريا دلوقتي، الكاميرون، سنغال، غانا، يعني في فرق النهارده كويسه، كوت ديفوار فرق كويسه النهارده، برضه هتبقى منافسه للمنتخب المصري يعني. فيتوريا فضل اقامه تدريبات على فترتين خلال الفتره اللي جايه، على الرغم ان معظم اللعيبه تقريبا بتعاني من اللي هو المباراه اللي كل 3 ايام في خلال الشهر ونص الشهرين الاخير. هو فيتوريا لازم يشتغل كل شغل تكتيك. بالظبط، يعني انا شايف ان هم عنده يعني الشغل فيتنس بقى. يعني خلاص الفيتنس، اللعيبه وصلت للتوب فورم، خلاص انت النهارده دورك كمدير فني منتخب، النهارده اللعيبه كلها جايه لك النهارده ما شاء الله، ماتشات شغاله ناحيه فنيه ناحيه بدنيه وكلام من ده، النهارده تشتغل على انت عايز ايه، او اسلوبك ايه، او تكتيكك ايه، ده اللي هتقدر تشتغل بيه، وزي ما قلت لك هتبقى حمل التدريب، لا حمل يا دوبك. ومعظم اللعيبه اللي جايه ما بقالهاش يومين بس واخده اجازه، او 3-4 ايام بالكتير. وبعدين بص في نقطه مهمه، اللعيبه دي النهارده هل التكتيك او اسلوب اللعب هيبقى جديد؟ لا طبعا، لعيبه دولي، لعيبه دولي. يعني انت حتى النهارده لو شرحت له نظري، لو جيت النهارده اصبره وشرحت له نظري هنلعب كذا كذا وتكتيكنا كذا كذا كذا، خلاص اللعيبه ينزل نفس. خلاص اللعيبه خلاص حافظ طبعا، لانه لعيب لعيب المنتخب بيبقى مختلف شويه، لعيب دولي، لعيب دولي ولعيب في الانديه زي ما قلت لك. الفرق يا كابتن معلش، ما هو النهارده المدير الفني فيتوري هل النهارده هيلعب بتكتيك واسلوب مختلف عن اللي بيلعب بيه الانديه؟
لا هو تقريبا بيلعب 4 3 3 برضه 4 3 3 ايه زف زي ما قلت لك 4 2 3 1 في بعض المباريات صح. يعني انت الراس الاخضر تلعب 4 3 3 استحاله. يبقى انت النهارده بتلعب 4 2 3 1. هتيجي في ماتشات ممكن غانا تلعب 4 3 3. بس هو حضرتك قلت لي ان 4 3 3 ممكن التخصص بتاع كل لعيب هو اللي بيفرق. طبعا ممكن يبقى تخصص هجومي ممكن يبقى ممكن دفاعي. وارد النهارده ال 4 3 3 2 ديفندرز وسط ملعب والتالت ده يقدر يكمل الحته الهجوميه دي. يبقى تحت راس الحربه. يعني ايضا فيتوريا فضل ان هو يلعب مباراه وديه يوم 7 مع تنزانيا. مع تنزانيا. شايف ايه؟ انا ما اعرفش والله. احسن لا بينه وبينك احسن. اوكي كويس. بينه وبينك احسن برضه ليه؟ النهارده هيشوف النهارده حاله اللعيبه، هيشوف التشكيل الامثل، هيدي النهارده ثقه لبعض اللعيبه ممكن ما كانتش بتلعب. يديها ثقه. طب ما خدش واحده تانية، ما لعبش مباراه تانية ليه؟ ما يقدرش لان الوقت خلاص. الوقت خلاص. هو مسافر 9. ما هو خلاص مسافر 9 وانت هتلعب اول ماتش يوم كام؟ يوم 14. يوم 14 ماتش رسمي؟ ما يقدرش النهارده يشتغل مثلا عنده ماتش يوم 7 وماتش هياخده ثاني يوم 10 ويلعب رسمي يوم 14. 14 صعبه وفيها سفر وخصوصا لعيبه مجهده واللعيبه يعني متشبعه من ماتشات الدوري. فشايف حضرتك ان المباراه ضد تنزانيا ده كويس؟ ده كويس قوي 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 يعني. شفت منتخب مصر الفتره الماضيه ازاي؟ يعني هل حضرتك قاعد بتشوف الاستعدادات للقادمه لكاس الامم الافريقيه؟ قاعد مستريح؟ قاعد مش قلقان؟ لا وبص يعني برضو خلي بالك انت كطبيعه النهارده مدير فني لازم تكون عامل بلان. طبعا لازم تكون عامل بلان. يعني النهارده خلاص المعسكر بدا الثلاث وتسعة زي ما قلت، يعني خلاص اسبوع. الاسبوع النهارده بتاخده بقى في ارتياحيه في المعسكر في تدريب في كل هذه الامور، فبتبقى النهارده اللعيبه نفسها بيبقى في تركيز مع المدير الفني، فبيقدر ان شاء الله يوصل للكبار. يقدر النهارده اللعيبه خلاص متعوده على شخصيه المدير الفني. متعوده على شخصيه المدير الفني فما فيش مشكله خلاص. بس انا يمكن معلش ما في تساؤل. لا اتفضل. يعني تساؤل ليه النهارده مثلا في ناس ما اتاخدتش؟ يعني في النهارده ناس بتجيد ياسر ابراهيم، بيجيد في النادي الاهلي وكور ثابته والنهارده بيدافع كويس والنهارده لا النهارده ما اتاخدش ليه؟ حسين الشحات، حسين الشحات النهارده بيلعب في الجنب اليمين والجنب الشمال وبيسجل اهداف وكل، ما بيتاخدش ليه؟ يعني حاجه منطق غريب شويه مش كده ولا هو عنده طبعا. يعني احنا انا لسه كنت بتكلم في هذا الامر ان هو يكون واخد احمد الشناوي على الرغم من اعترافنا ان احمد الشناوي واحد من الحراس المرمى المميزين في مصر. ولكن حارس مرمى بيراميدز يعني، ولكن واحد بقى له اسبوعين مصاب ولسه هيقعد يومين ثلاثه كمان مصاب، ما حطش رجله في الملعب. هل ده من الطبيعي ان انت تاخده وما تاخدش واحد زي بلاش؟ مش هتكلم على اتكلم على مثلا على جنش، على عواد، على كلهم. طب انا اسالك برضه، هسالك يا كابتن احمد فتوح لاعب الزمالك هو بيلعب اساسي دلوقتي؟ لا احمد بقاله فتره ما بقاله فتره ما لعبش. بس هو قناعته الشخصيه بس هو عنده قناعه. عنده قناعه بقى بالناحيه الفنيه ان اللعيب ده يعني حتى لو مصاب وما لعبش الفترات اللي فاتت دي كلها بس عنده قناعه بامكانياته الفنيه. هو احمد لعيب هايل بصراحه. بقول لك عنده قناعه، عنده قناعه، فبالتالي هو ما عندوش مشكله في مين بيلعب ولا مين ما بيلعبش. لا خلاص انا عندي قناعه، انا مدير فني النهارده بقالي قد ايه في مصر؟ فيتوريا سنه وشويه. سنه وشويه. النهارده خلاص درس كل لعيب في منتخب مصر مع أوكي. المعاونين بتوعه طبعا مع المدير الاداري بيدوا له كل معلومه عن اي لعيب. طبعا. بس انا اللي بستغرب له زي ما قلت لك الثلاث هذه الاسماء دي هذه الأسماء مهمه طبعا. جدا طبعا كلنا مستغربين الحقيقه، خصوصا يعني ياسر وحسين. انا بقول لك يعني الاثنين اساسيين في النادي الاهلي و سوري كابتن اسلام طبعا بيسجلوا اهداف. يعني ياسر بيسجل اهداف وبيشيل اهداف حسين، وبيشيل حسين الشحات بس ما في غموض في الموقف. الله يرحمه كابتن جوهري كان دايما له اسماء بعينها برضو بياخدها، نفس الفكره كده. ما هو انت قناعه مدير فني، ما انت النهارده يعني يا كابتن اسلام انا شخصيا لما كنت في مدرب منتخب مصر ايوه كنت بروح الاستاد في اي ماتشات دوري اقعد فوق لوحدي ومعايا الورقه والقلم اقعد اكتب كل لعيب وكل صفاته وكل ما تخيله سواء من الناحيه الفنيه او البدنيه او السلوكيه بيبقى فيه توقيت وبفرضه على بقول للكابتن محمود الجوري في كذا وكذا، لا ده ينفع ده ما ينفعش ده كلام وبنقتنع الاخر. وبنقتنع يعني دايما دايما المدير الفني بيبقى عنده قناعه بلعيبه. عنده قناعه بلعيبه خلاص مهما كان مهما بيلعب ما بيلعبش حتى لو ما بيلعبش. بس في بقى احيانا يعني بقول لك برضو احيانا اللعيب في لعيب شخصيته
شخصيته بتتغير داخل معسكر منتخب. يعني ما بيعرفش ان هو ممكن او يحس ان هو ما بيلعبش. هتلاقيه مكشر، هتلاقيه زعلان، هتلاقيه مش مندمج قوي مع زمايله. فهنا شخصيه المدير الفني النهارده بتشوف مين الشخصيه دي اللي في التسعينات يا كابتن؟ لو قلت لك في التسعينات اما كنت حضرتك مدرب منتخب مصر. لا بص، انا يمكن انا تعاملت مع ناس كتير جدا. تعاملت مع ناس كتير مين اللي جدا كده بيتغير اثناء ولاعيبه كتير. لا بس سواء ايجابا او سلبا يعني. هقول لك والله العظيم يا كابتن اسلام، انا يعني كل اللعيبه نايمه واللي انت بتقول عليهم دول اللي هم ما عندهمش قناعه ان بيلعبوا ولا ما بيلعبوش، كنت بقعد معاهم لوحدي كده واقعد اتكلم. والله والله العظيم. ده دور مهم، دور المدرب العام. طبعا. منتخب مصر، منتخب مصر. لا ده انت بتلعب باسم منتخب مصر فوق الدنيا كلها. صح، اسم منتخب مصر حتى لو ما لعبتش، حتى لو احتياطي، بس انت بتمثل منتخب مصر. صلاح امبارح عندما سئل من سكاي سبورتس على يعني منتخب مصر وكده، قال لهم ده من احلى لحظات حياتي وتشريف كبير لمنتخب مصر، ان هو لاي منتخب اي لعيب ان هو يلعب في منتخب بلده طبعا. وبالتالي كلمات تحفيزيه كانت مهمه جدا. هنبدا المباراه او هنبدا المجموعه بمباراه يعني موزمبيق يوم 14 يوم. شايف الماتش ده ازاي؟ لا ماتش، انا بالنسبه لي يعني موزمبيق غامضه بالنسبه لي. انا بقول لك انا بالنسبه لي انت برضو اسم منتخب مصر. يعني فرقه موزمبيق دي تنزل النهارده عامله حساب لمنتخب مصر، ماشي. انت كمنتخب مصر بتفكر طبعا في الاسلوب، وبتفكر في التكتيك، وبتفكر في التشكيل وكل هذه الامور. لا ولكن منتخب مصر لا، يعني هم اللي يبقوا دايما قلقانين من منتخب مصر. ولكن برضو يا كابتن يعني فيتوريا كيف يفكر؟ يعني هل يعني اكيد عنده فيديوهات لمنتخب موزمبيق مليون في المية طبعا. هو حتى لو ما فيش فيديوهات، انت النهارده عايز، انت اللي عايز تفرض، انت عايز تفرض اسلوبك. عايز النهارده هتلعب ب 4-2-3-1 النهارده، الناحيه الهجوميه، الضغط من قدام، كل هذه الامور خلاص بتبقى فكر المدير الفني، وخصوصا بتلعب مع فرقه زي ما قلت لك. لا انت منتخب مصر طبعا، منتخب مصر لو اسمه، ولو بقول لك واخد بطوله 8 مرات، يعني حتى موزمبيق هتلاقيه من النهارده بيفكر في منتخب مصر. الله، طبعا من النهارده بيفكر في منتخب مصر. ازاي هيلعب، هيلعب ازاي طبعا طبعا. محمد صلاح ده هوقفه طبعا، محمد صلاح ازاي احط له باك ليفت، ازاي مين اللي هيبقى سريع عليه. مش سريع بالمناسبه صلاح برضو على فكره، صلاح يعني من كبار المحفزين للاعبين، لانه لما تيجي تتكلم مع اللعيبه النهارده، اللعيبه كلها عماله تتكلم عن هذا الامر. مثلا محمد صلاح حتى امبارح عندما سئل عن اضاعه ضربه الجزاء الاولى امبارح في مباراه نيوكاسل، يعني قال انا فكرت بيني وبين نفسي ان انا ازاي هروح منتخب مصر بهذا المستوى وبعد اضاعه ضربه الجزاء، وبالتالي انا عايز اعمل الشوط الثاني افضل بكثير من الاول. فالحقيقه هو حتى في ردوده ذكي جدا جدا طبعا جدا طبعا، ومحفز جدا جدا. يعني بص يعني محمد صلاح يعني ربنا يزيده، اولا جماهيريا يعني جماهير كل مصر عارفه محمد صلاح، الجمهور الانجليزي ليفربول عارف محمد صلاح، الجمهور الانجليزي بيتغنى محمد صلاح. صحيح. محمد صلاح النهارده على خلاص على مستوى الكره المصريه ومستوى الكره الاوروبيه النهارده، كل الدنيا عارفاه. حتى لما بيضيع ضربه جزاء خلاص دي ضاعت، بس بيسجل يعني، بيسجل امبارح برضه سجل هدفين. لا طبعا طبعا. فالنهارده كل ده خلاص الناس بتتناسى ضربه الجزاء اللي ضاعت، وبتشوف الهدفين اللي جم. تريزيجيه ودوره، ومرموش ودوره، مصطفى محمد ودوره، اللاعبين المحترفين النني، حمدي فتحي، كل اللاعبين. ما انت برضه حسب النهارده رؤيه المدير الفني، يعني كل هيلعبوا تقريبا، ما دول هيلعبوا. يعني النهارده هتشوف حمدي فتحي من احسن الناس اللي دائما بتتحرك في عمليه الاختراق، حتى لو لعب ضد وسط ملعب دائما في الاختراقات بيحب الحته دي قوي. النهارده الكره من الجنب اليمين تلاقيه مخترق، ممكن تتلعب له عرضيه يجيب منها اهداف. فحمدي فتحي في الحته دي كويس جدا، يعني الحته دي كويس. عندنا برضو هيبقى في يعني مرموش وتريزيجيه، مرموش وتريزيجيه دول على الطرف، يعني برضو الاثنين بيلعبوا في الجنب الشمال. ولكن انا يمكن تريزيجيه برضو يمكن في الفتره الاخيره يمكن كان احسن شويه من عمر مرموش. يعني هو اللي يلعب تريزيجيه وارد جدا يعني. ومصطفى محمد طبعا حاجز، مصطفى محمد خلاص عشان راس حربه. انت النهارده برضو راس الحربه عندك بيبقى كهربا ومصطفى محمد، يعني مين تاني؟ لا هو مصطفى وكهربا واحمد حسن واحمد كوك. فالنهارده مين النهارده على مستوى الكره المصريه او الكره النهارده اللي الناس بتتفرج عليه او الناس النهارده عندها قناعه؟ يا مصطفى محمد يا
كهربا. يا كهربا واحد اثنين. والاقرب طبعا مصطفى، يعني بما انه هو محترف وبتاع، وراجل دايما بيعتمد على اللاعبين المحترفين بشكل اكبر يعني على ومستوى برضه خلي بالك، يمكن برضه في حته الكور العرضيه والحته دي برضه بيبقى كويس مميز يعني. لا مصطفى في الحاجات دي واحد من افضل اللاعبين الحقيقه اللي بيؤدي بشكل جيد. كابتن المنتخبات اللي حضرتك بترشحها من الوصول لابعد نقطه في كاس الامم الافريقيه بعيد عن منتخب مصر طبعا، يعني انا شايف الكوت ديفوار على اساس ان برضه البطوله على ملعبهم جماهيريا وعندهم برضه نجوم فهيقعدوا يزقوا فيه. المغرب برضه من الفرق اللي تقدر توصل، منتخبات قويه جدا. والجزائر يعني دول من الفرق اللي تقدر تقول ان ممكن مرشحين. السنغال اللي فازت بالبطوله الاخيره والسنغال، بس برضه خلي بالك السنغال يعني مش من دلوقتي مش زي زمان برضه. السنغال ليه خدت البطوله ليه؟ كانت في ملعبها السنه اللي كانت في ملعبها كاميرون. لا كانت في الكاميرون، كانت في الكاميرون. يعني انا قصدي برضه السنغال، لا في فرق دلوقتي بتأميز من السنغال والله. فرقة المغرب والجزائر دلوقتي يعني فعلا من الفرق اللي مؤهله تفوز كمان. عندما سئل المدير الفني قال انا مدير فني للجزائر قال ان هو احنا مش مرشحين، ده منتخب مصر المرشح الاول. ما هو لازم المرشح الاول منتخب مصر، لان في بطولات لمنتخب مصر. يعني في بطولات لمنتخب مصر وبيبعد عنه الضغط وعن لعيبته، بيبعد عنه يعني الضغط وجماهيريا واعلاميا برضه. ايه لما يقول لك انا مرشح ان انا اخد البطوله، الناس هتعمل ضغط جامد قوي على الجزائر. طبعا الجزائر خرجت من الدور الاول طبعًا. البطوله اللي فاتت طبعا بقى. انت قلت كذا وعدت كذا وقلت تاخد البطوله وتخرج من الدور الاول. فهو طبعا يعني في ذكاء ان هو يتكلم بهذا الاسلوب ده. اخيرا يا كابتن فتحي، المنتخب مصر من وجهه نظرك التشكيل اللي يلعب بيه، انا شايفك محضر تشكيل. بص يعني طبعا نمبر 1 الشناوي، ما يقدرش محمد الشناوي طبعا حارس مرمى الاهلي. الشناوي يعني ان شاء الله قدامه يومين ولا حاجه ويبقى كويس. بص هو ممكن يبقى في مفاضله بين محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد في الجانب الايمن بالذات. في الجانب الايمن، وانا يعني وجهه نظري ممكن يدي عمر كمال عبد الواحد. عمر اللي يبدا. اوكي وارد ماشي. طبعا احمد حجازي حاج جد برضه محترف. انا احمد حجازي يا كابتن شايف ان هو لعيب جامد جدا وكبير جدا وكل حاجه. انا بقول لك هيلعب، ولكن هل حضرتك شايف مع اتحاد جده هل وصل حجازي لمستواه الطبيعي؟ انت النهارده ببص النهارده انا كمحترفين النهارده بتابعهم. اوكي بتابعهم النهارده مع اتحاد جده، النهارده بتابع النادي الاهلي كسب اتحاد جده والكلام من ده. لا انا بتكلم بشكل عام، ولكن المركز النهارده المركز اللي يهمني انا في منتخب مصر احمد حجازي هيلعب ومحمد عبد المنعم هيلعب. يبقى احمد ومحمد، وغالبا كمان مين اللي بيلعب بصفه اساسيه ظهير ايسر النهارده؟ يا محمد حمدي محمد حمدي الظهير الايسر لبيراميدز مش احمد فتوح. ما انا بقول لك انا وجهه نظري محمد حمدي الظهير ليه؟ لانه حتى لو فكر يلعب بثلاث سوبرات محمد حمدي يجيد يلعب ظهير، او هاني لو لعب يعني، او هاني. بس محمد حمدي برضه في الحته دي كويس جدا مميز. ثلاثي يعني وسط الملعب لو فكر يعني. ثلاثي وسط الملعب. طيب ثلاثي وسط الملعب انا شايف حمدي. لو احنا بنتكلم 4-3-3 يعني شايف حمدي فتحي مروان طبعا عطيه على الاستاد بصفه مستمره طبعا بيلعب في النادي الاهلي، ويمكن في بقى حته النني. اوكي يعني برضه ممكن النني يعني مروان والنني وحمدي. ممكن أوكي. يعني ممكن يدي الثلاثه دول يبقوا في وسط الملعب بحيث ان يستفاد من حد منهم زي ما قلت لك بيشتغل تحت. الثلاثة تقريبا شكل واحد يا كابتن، يعني مش شكل واحد ولكن يعني ستة الثلاثة. ما انا بقول لك معظمهم يعني. ما انا بقول لك مين النهاردة يعني مين النهاردة حمدي بس هو اللي يبقى مسؤول لقدام. ما هو بص انت النهاردة حسب المباراة موزمبيق، حسب المباراة. انا بكلمك على تشكيل موزمبيق، يبقى تلعب 4-2-3-1 وانا مغمض كده 4-2-3-1 مين الاثنين؟ انا بقول انا يعني وجهة نظري ممكن يبقى حمدي فتحي ومروان عطية الاثنين دول تمام، والثلاثي امامهم والثلاثي يبقى محمد صلاح وممكن تريزيجيه ومصطفى محمد فاضل واحد تحت مصطفى، ومصطفى محمد ممكن يبقى امام عاشور. امام تحت مصطفى محمد. دي فكره برضو النادي الاهلي بيعملها، ولكن بيعملها اكتر من ناحيه الشمال يعني. لا ممكن يبقى امام. ولو فكر بقى زيزو لا مثلا، ولو فكر بذكاء كمان ها، لو فكر قوي 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 بذكاء وعايز يبقى دائما الراجل تحت راس الحربه ده يبقى في الناحيه الهجوميه كراس حربه تاني، ممكن يحط كهربا محمد مش مرموش. ما انا بقول لك اهو مين النهارده بيجيد، مين النهارده بيلعب مركز راس الحربه بسبب اساسيه دلوقتي؟ كهربا كهربا مصطفى محمد. يبقى مع مصطفى محمد النهارده يقدر يبقى راس حربه تاني وارد. حاسس ان المنتخب يستطيع، اخر سؤال بقى معلش كل شيء اقول لك اخر سؤال، هل يستطيع المنتخب ان هو يفوز بهذه البطوله؟ اتمنى
اتمنى كلنا أتمنى ذلك. اتمنى ذلك وزي ما قلت لك راجل متابع هي بس زي ما قلت لك اولا المنتخب فيه ناس محترفه جايه من الخارج اوكي في حوالي 7 8 محترفين جايين من الخارج وفي ايضا المحليين فعمليه الاندماج دي مهمه جدا جدا دور المدير الفني الاسبوع اللي عاش دور المدير الفني برضو خلي بالك دمج اللعيبه دي وشخصيه اللعيبه واللعيبه تندمج مع بعض وتعيش مع بعض سواء محترف في الخارج او الداخل دي مهمه جدا واتمنى المنتخب مصر يفوز بهذه البطوله ان شاء الله يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني خلال الفتره القادمه ويا رب زي ما بيوفق دايما النادي الاهلي يوفق منتخبنا الوطني انا بشكرك جدا يا كابتن فتحي استمعنا سعيد جدا ببقى مبسوط وسعيد ان حضرتك معانا مش انا لوحدي كل جمهور النادي سعيد ان احنا في البيت الكبير النادي الاهلي ربنا يخليك ده احنا اللي بنبقى دايما ضيوف عند حضرتك لا يا حبيبي ربنا يخليك اسلم وتشوفك في التنس بقى قريب اجي لحضرتك ان شاء الله بيتعبني والله يا جماعه بيقعد يوديني يمين وشمال ببقى على اخري بس يلا حبيبي يا كابتن فتحي شرفت ونورت سعداء جدا بوجود حضرتك معانا شكرا ربنا يخليك شكرا جزيلا هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل احمد ثابت وكريم سعيد في البيت الكبير.